حلقتنا النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نطبع من الهاتف او الموبايل في الطوابع الكانون IR1643 من خلال توصيل الطوابع بالراوتر الواي فاي بدون استخدام اي كابل. فلو يهمك الموضوع تابعني بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم اخوانا؟ من ايه اخباركم؟ ايه ان شاء الله تكونوا بخير وفضل حال. معاكم احمد السام من قناه كانون بالعربي، وحلقتنا النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نطبع من الهاتف او الموبايل في الطوابع الكانون IR1643، وان شاء الله الحلقه تنال اعجابكم. اول حاجه لازم نربط الطوابعه بالراوتر الواي فاي، والخطوات كالتالي: اول حاجه هنختار القائمه، ثم نختار التفضيلات، ثم نختار الشبكه. هيطلب منك معرف مدير النظام ورقم البن، معرف مدير النظام من 7-1 عد تنازلي، وهكذا رقم البن من 7-1 عد تنازلي. طب ازاي نكتبها؟ 7-6-5-4-3-2-1، ثم ننتقل لخطوة البن، وهكذا من 7-1 عد تنازلي، ثم بنختار تسجيل دخول. ولو انت معرفتش رقم البن او معرف مدير النظام او كلمة المرور معاك طلعت غلط، فلازم تعمل اعادة ضبط مصنع للطوابع، وانا سيب لك رابط في اول تعليق ازاي تعمل اعادة ضبط مصنع للطوابع بالكامل. ثم نختار تاني اختيار اعادة اللين اللاسلكية، ثم نختار نعم، ثم نختار اوكي، ثم نختار اول اختيار اعادة الـ SSID. وهنا هيظهر لك خطوتين: لو انت عامل شبكة الراوتر الواي فاي مرئية فانت هتختار تحديد نقطة الوصول، لكن لو انت عامل شبكة الواي فاي مخفية يعني اي حد عايز يشبك بالراوتر هيدخل اسم مستخدم الراوتر وكلمة المرور، فانت هتختار ادخال يدوي. طبعا انا الراوتر بتاعي مرئي فهختار تحديد نقطة الوصول. وهنا بيظهر لك القائمة اللي فيها جميع شبكات الراوتر اللي موجودة حواليك، فانت بتختار اسم الراوتر بتاعك عادي جدا وبتختار التالي، ثم نختار اوكي. وهنا بيقول لك دخل كلمة مرور الراوتر الواي فاي. مع العلم ان زر السهم ده بيحول الحروف من كبيرة لصغيرة، يعني من كابيتال لسمول، ولو حبيت تمسح اي حرف انت كتبته غلط من خلال زر الاكس ده، تمام؟ فانا هدخل كلمة مرور دلوقتي حالا، وبعد ما دخلت كلمة مرور بالطريقة الصحيحة هختار تطبيق، ثم نختار نعم، ويقول لك تم الاتصال، هنختار اغلاق، ثم نختار زر المنزل ده اللي هو هوم ده. هتلاحظ هنا ان في علامه تردد، معناه ان الطوابع متوصله بالراوتر الواي فاي. في خطوه مهمه جدا لازم تعملها عشان تثبت رقم الاي بي وكل شويه ما يختفاش. هنختار القائمه، ثم نختار التفضيلات، ثم نختار الشبكه، ثم بتدخل معرف مدير النظام ورقم البن زي ما اتعلمنا قبل كده. ثم بتختار الاعدادات التي سي بي اي بي، ثم بتختار اول اختيار اي بي في 4، ثم بتختار اول اختيار اعاده العنوان الاي بي، ثم بتختار اول اختيار اكتساب التلقائي، ثم بتختار تاني اختيار حدد بروتوكول، وبنختار ايكوف، والاكتساب التلقائي دي بتخليها ايكوف كده، ثم بتختار تطبيق، ثم بتختار اوكي، ثم بنختار قائمه المنزل. وفي الخطوه دي لازم تطفي الطوابع وتشغلها مره اخرى عشان تحفظ معاك الاعدادات، وبعد كده بتنتظر لحد ما علامه التردد بتظهر هنا وبتقدر تطبع بكل سهوله. وزي ما انتم شايفين علامه الواي فاي ظهرت دلوقتي حالا، ودلوقتي هنروح مع بعض للموبايل ونمشي خطوات واحده واحده مع بعض. فيلا بينا. اول حاجه بنعملها بنفتح الاب ستور او البلاي ستور اللي موجود في موبايلك، ونكتب في البحث او السيرش كلمه كانون، ثم بننزل تحت شويه لحد ما يجي لك الاختيار ده كانون برنت بزنس، ثم بنختار تثبيت. وبعد ما نزلنا برنامج هنعمل فتح عادي جدا كده، ثم نختار السماح، ثم هيظهر لك كذا خطوه ورا بعض اجريف اجريف اوكي، يعني خطوات روتينيه عادي جدا. ثم هيظهر لك القائمه اللي قدامكم دي، هنختار الاختيار اللي عليه علامه الطوابع وعليها زائد ده، ثم نختار اول اختيار اوتو سيرش. هتلاحظ الطابعه بتاعتنا IR1643i، هنختار عادي جدا كده، ثم نختار ايديت. وهتلاحظ دلوقتي الطوابع بتاعتنا مكتوب عليها IR1643i وعليها كلمة ريدي بالأخضر، معناها إنها جاهزة للطباعة. طب ونفترض دلوقتي يا أبو حميد معايا جهاز أيفون والطوابع ما ظهرتش عندي في الأوتو سيرش، أو ممكن الخطوة دي ما تظهرش معاك في الأندرويد، وارد جدا يحصل الخطوة دي. هعمل إيه دلوقتي؟ لازم قبل أي حاجة تعرف رقم الأي بي الطوابع، تمام؟ وعشان نعرف مع بعض الأي بي بيطلع إزاي هنروح للطوابع وبعد كده نرجع للموبايل. هنختار أول حاجة القائمة، ثم نختار التفضيلات، ثم نختار الشبكة، ثم بندخل رقم مدير النظام ورقم البن، ثم بنختار الإعدادات TCP IP،
ثم بنختار IPv4 ثم بنختار اعداد عنوان IP ثم بنختار التحكم من الاعدادات. هو ده عنوان IP بتاعك 192.168.1.4. وطبعا الرقم ده بيختلف من طبعة لطبعة تانية، مش كل واحد ده في الراوتر عندي هو ده رقمه. لو مسكت الطوابع دي ووصلتها براوتر تاني او وصلتها من اول جديد العنوان ده هيتغير. بعد كده بتختار نفس علامة الطوابع دي اللي هي الزائد، والمرة دي بتختار مانوال سيرش، وهنا بتكتب رقم IP اللي احنا طلعناه من الطوابع 192.168.1.4 تمام. ثم بتختار اوكي، اهي الطبعه ظهرت لك فوق اهيت. بنختار عادي جدا وبتعمل ايديت، ولازم تبقى عارف ان رقم الاي بي ده مش رقم ثابت في جميع الطوابعات، لا يعني الرقم عندي اخر 1.4، ممكن يكون عندك 1.26 1.5 مش كل واحد. طب دلوقتي ازاي نطبع من الموبايل؟ الخطوات سهله جدا، هنقفل البرنامج ده عادي جدا تمام. ثم بتختار ملف PDF اللي انت عايز تطبعه. انا على سبيل المثال هختار اي ملف، وعلى سبيل المثال الملف ده عايز اطبعه، والخطوات كالتالي: هختار مشاركة او شير، ثم نختار سند اكوبي، ثم نختار برنامج كانون اللي احنا نزلناه اهوت، وفي الخطوة دي بتختار برنت. زي ما انتم شايفين اللمبة الصفر دي نورت، معناه ان الطوابع استلمت الاوردر من الموبايل. زي ما انتم شايفين الملف مكون من 5 اوراق، ادي الورقة الاولى، ادي الورقة الثانية، ادي الورقة الثالثة، ادي الورقة الرابعة، ودي 5. الموضوع بسيط كده. طب على سبيل المثال الطوابع عندي فيها خاصية انها تطبع على الوجهين اوتوماتيك، وعندي ملف عاوز اطبعه على الوجهين، هنعمل ايه؟ هنختار مشاركة او شير، نفس الخطوات بالظبط، ثم نختار سند اكوبي، ثم نختار برنامج كانون اللي احنا نزلناه، وقبل ما تختار كلمة برنت هنختار كلمة A4 اللي عليها A4 واحد كوبيز برنت رينج اول، ضغطة واحدة كده. الاختيار السابع هتلاقيه مكتوب عليه تو سايدد، نختاره عادي جدا، ثم نختار تاني اختيار تو سايدد اهي، ثم نرجع خطوة لورا، ثم نرجع خطوة كمان مرة، ثم نختار برنت. زي ما انتم شايفين اللمبة الصفر دي نورت، معناها ان اخد الاوامر من الموبايل. زي ما انتم شايفين طبعت لي 5 اوراق اللي انا طبعتهم من شويه تمام. اديت اول ورقه وش وظهر اهيت، وتاني ورقه اهيت وش وظهر، زي ما انتم شايفين كده الموضوع سهل كده. طب على سبيل المثال عندي الصوره دي في البوم او استوديو الهاتف وعاوز اطبعها، لان اللي طبعته اللي فات ده كان مسندات مش صور، هعمل ايه؟ هنختار مشاركه او شير، ثم نختار برنامج كانون اللي احنا نزلناه، ثم بنختار برنت. زي ما شايفين طبعنا الصورة هيت اللي موجودة في ألبوم أو استوديو الهاتف بكل سهولة، الموضوع بسيط كده. طب دلوقتي أنا معايا الصورة ديت وعاوز أعملها سكان وأحفظها في الموبايل، هعمل إيه؟ طبعا عندك مصدرين إنك تعمل منهم سكان، عندك اللي هو إزازة الطوابع ده، وده بتحط أي حاجة غير ورقية زي كتاب، باسبور، بطاقة هوية، مجموعة أوراق متدبسين، لكن جهاز الـ ADF اللي فوق ده بيتحط عليه الاوراق فقط او مجموعه اوراق. فانا مثلا معايا الورقه دي وعاوز اعمل لها سكان، عندي ان احطها على الازاز او احطها فوق تمام. فانا هحطها على الازاز عشان هي ورقه واحده عامه مش مجموعه اوراق ومش هتتعبني. هنحطها عادي جدا كده من بدايه السهم هنا، ونقفل باب الماسح الضوئي كده، ونروح للموبايل على برنامج كانون برنت بزنس. اول حاجه بتختار سكان، ثم تختار اوكي عشان دي اول مره هعمل فيها سكان، ثم بنختار استخدام هذا المجلد، ثم نختار السماح، وهنا بيظهر لك الاعدادات ما قبل الاسكان. اول اختيار اوريجينال بلاسمين، لو اخترتها كده بيظهر لك اول حاجه الاوتو تمام. الاوتو دوت بتسابق تلقائيه زي ما هي، ده الافضل. تاني اختيار مكتوب عليه ADF one side، يعني انت هتحط الورقه فوق كده وهتسحبها على وش واحد. تالت اختيار مكتوب عليه ADF two sided، ال ADF two sided ده يبقى انت هتعمل اسكان من خلال الفيدر على الوجهين، يعني اللي فوق ده مكتوب عليه one side على الوجه الواحد، two sided على الوجهين. تالت اختيار ده البلاك جلاس اللي هو الورق اللي انا حطيتها على الازاز، فانت الافضل انك تسيبها اوتو. تاني اختيار سيلكت كلر، ضغطه واحده عليه هيظهر لك كلر وجري سكيل، كلر يعني الوان، الجري سكيل يعني التدريج الرمادي، حاجه كده زي الابيض والاسود، يعني الصوره اللي انت حاططها ديت عايز تعمل لها اسكان وتظهر بالالوان طبيعيه زي ما هي طبق الاصل، ولا عايزها لا انا عايزها ابيض واسود بس فهسيبها زي ما هي.
فات اختيار ريزولوشن وده دقة المساحة الضوئية. لو اخترناها كده عندك 150 في 150 و 300 في 300. طبعا 300 في 300 افضل واوضح فسيبها زي ما هي. رابع اختيار اوريجينال سايز، لو اخترناها كده بيقول لك الاسكان ده عايز تعمله بحجم A4 ولا ليتر ولا LGL، سيبها زي ما هي A4. خامس اختيار ده ويعتبر ده اهم اختيار، فايل فورميت. لو ضغطنا كده هيظهر لك اختيارين، عاوز الاسكان ده يتحفظ KPDF يعني كنسخة PDF تقدر تضيف فيها اكتر من ورقة، ولا عاوزها JPG اللي هي كصورة وتتحفظ في الاستوديو او البوم الهاتف. فطبعا الاختيار ده يرجع لك، فتختار اللي انت عاوزه، ثم بتظبط كل حاجة وبتختار اسكان. هتلاقي اللمبة الصفر نورت عندك وكاتب لك جالي المسح الضوئي. الورقه اللي احنا عملناها سكان خلاص خلصناها اهي زي ما انتم شايفين، بس انا قلب الورقه فهنعمل دون. طب افرض دلوقتي عايزين نعمل سكان ده ونحفظه بالجي بي جي مش البي دي اف، هنختار الاختيار الاخير فايل فورميت ونخليها جي بي جي، ثم نختار سكان. اهيت نفس الورقة بس اتحفظ بالجي بي جي، هنعمل دوني كده. ولو رحنا مع بعض للاستوديو او البوم الهاتف هتلاحظ ان الورقة اتحفظت اهيت اللي عملناها سكان، هي دي الورقة اللي احنا عملناها سكان دلوقتي حالا. الموضوع بسيط كده. طب دلوقتي انا عندي ورقة على الوجهين زي ما انتم شايفين كده، عايز اسحبها على الوجهين، هعمل ايه؟ هنحطها في الاي دي اف وفوق كده للاخر كده، ونروح لبرنامج كانون، ثم بنختار سكان، ثم بنختار اول اختيار اوريجينال بليسمنت، ونختار ثالث اختيار ADF two sided، ثم نختار سكان. زي ما انتم شايفين الورقه كانت على الوشين اهيت، ده الوش الاولاني للورقه اللي عملناها سكان، وده الوش الثاني للورقه اللي عملناها سكان، واتحفظت بصيغه البي دي اف. طب دلوقتي عايزين نعمل لها سكان بصيغه الجي بي جي اللي هي الصوره، هنرجع خطوه لورا كده ونختار الاختيار اللي قبل الاخير فايل فورميت، ثم نختار جي بي اي جي، ثم نختار سكان. زي ما انتم شايفين حفظت الوجهين صورتين. لو دخلنا كده على الاستوديو او البوم الهاتف زي ما انتم شايفين اهي الصوره الاولانيه كصوره في الالبوم او الاستوديو، ودي الصوره الثانيه. الموضوع سهل كده. وقبل ما اقفل معاكم حلقه النهارده في حاجه مهمه جدا لازم اوضحها، لو لاحظت ان الطوابع مش بتاخد اي اوردر من موبايل يبقى انت عملت كذا خطا كده لازم نعرفه مع بعض، يا اما غيرت كلمه مرور الراوتر الواي فاي، او غيرت جهاز الراوتر الواي فاي، او حولت الشبكه من مرئيه لمخفيه او من مخفيه لمرئيه، او انت حاطط الراوتر بعيد جدا عن الطوابع، فبالتالي اتصال الطوابع بالراوتر هيبقى ضعيف جدا، فممكن ياخد اوردر وممكن ما ياخدش اوردر نهائيا. وبكده انتهينا من موضوع حلقه النهارده، اتمنى انه نال اعجابكم. اتمنى الموضوع يكون نال اعجابكم. منتظر اي استفسار لكم بخصوص طباعه كانون. كان معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.